هنا ده سؤال لطيف جدا. Woman has DVT, ودي صورة لكيس of deep venous thrombosis كانت with pulmonary embolism, يعني حالة DVT وحصل pulmonary embolism, مش مجرد DVT بس, الموضوع ايه عدى المرحلة دي. She is put on heparin and warfarin. معروف لازم pre-medication للwarfarin بheparin, وهيتشرح في فيديوهات أخرى. And one month later she developed a second DVT and pulmonary embolism. يا الله في سماواته, يعني انا مديها هيبرين وورفرين للست دي اللي هي جالها قبل كده pulmonary embolism, وبعد فتره محدوده 1 month later جالها another DVT وanother pulmonary embolism. لا ده مش هزار بقى, والموضوع يعني كده دخل في حته حساسه جدا. ده لما شيل anticoagulation طب اعمل ايه؟ What should you do next؟ الديسيجن ميكنج مهم قوي في المعادله, هتعمل ايه ليها. دي هي الكلمه ورد غطاها اللي هو الانفيرور فينا كيفال انتربشن, بليس ان انفيرور فينا كيفال اي فلتر اللي هو تو بريفنت فيرذر بالمونري امبوليزم. ما هو هنا يعني هو ناقص يقول ايه, ما احنا مدي هنعمل ايه في الهيبرين والورفر, هنزود الجرعه نقوم نعمل لهم بليدنج يعني, ما يعني خلينا برضو ايه بالعقل كده. انا مديها هيبرين وورفرين ومتظبطه على كده, طب الحل ايه؟ جالها مره تانية. ف دي معناها ان حتى الانتي كواجوليشن مش شغال مع, مش كافي. والحل مش ان انا هزود الدوز في انتي كواجلانس, يعني اجيب لها بليدنج سيربرال هيموريدج عشان, طب يبقى عملنا ايه؟ يبقى اذا الحل في حاجه اخرى اللي هي في اللحظه دي يوم ما يجي لها انذر دي في تي وانذر بالمونري امبوليزم, نعرف ان هو ايه, خلاص دخلنا في حته بقى ان انا عشان احمي البني ادمه دي الانسانه دي لازم اعمل لها انفيرور فينا كيفال انتربشن بالفلتر اللي يمنع ايه فيرذر بالمونري ايه امبولاي. سؤال مهم ونقطه حساسه ومهمه جدا.